المناخوليا وصلت ان انا سافرت حضرت في قطر السوبر الافريقي انا وعبد الناصر زيدان مع احمد سليمان وقابلنا حاكم قطر يعني قابلنا تميم. فاحنا وصلنا بمرحله للجنون لا حصر له ولا حد له ولا مثيل له. لم يسبق لاحد في التاريخ ان زعم ان في لجنه مخابرات بتعيش كده في وسط الناس وبتتواصل مع الناس وكلام من هو بيحاول يجرك دايما لمرحله الدفاع عن نفسك مش مرحله كشف خباياه. فعاوز اقول بس في هذه الجزئيه ان كان كل ناسه موجوده بما فيها الاستاذ صبحي عبد السلام اللي قعد سنين طويله في قطر وكل المنظومه الاعلاميه اللي عنده وكل الزملاء الصحفيين. وكنت انا بعمل مداخلات وقتها مع الكابتن احمد سليمان من قطر المدعو من الاتحاد القطري لكره القدم. وكنت بعمل مداخلات مع زميلنا الفاضل الاستاذ محمد الجبالي كان هو بمثابه المراسل لنا في هذا الامر. والفيديوهات موجوده على القناه اليوتيوب وعلى الفيسبوك. لكن هو بيحاول يخليك تبعد عن اموره الشخصيه وعن البلاغات التي تقدم فيه وعن الشرح للدوله المصريه وللجماهير. خطورته على تربيه النشء والشباب، خطورته على المجتمع المصري. يا عم انا هبدا باللي انا بقى رمضان صبحي هقول لك تفاصيله حاضر. دي امر مهم لازم الهطل والعبط نرد عليه بيه. لايك وشير وادعي للغير، وادعي عليه هو ربنا ينتقم منه وكل من اعانه على ظلمنا. هخش لك دلوقتي في رمضان صبحي وجاكسون موليكا وعمر خربين والمفاجآت والحاجات والروايات وكله عندنا وماتش الزمالك وسموحه النهارده. عندي انا مفاجآت ورمضان صبحي وصالح جمعة وكل حاجة. فنخش بس كده لايكات لايك وشير وادعي للغير عشان نهذب نفوسنا. ها والكلام واحد بيقول لك تجسس ومخابرات وعمال يضحك على الناس. لو كان في ابو سنيده يبقى هو اللي يعرفه وهو اللي عميل للمخابرات القطرية او الاسرائيلية او الامريكية او البدنجانية او الفنكشوسية او المناخولية او اي حاجة. لكن ان يفتح له الهواء للسب والقاسم وضاف معانا للمساله كابتن محمود الخطيب. طيب يا عم انت المجنون، ها لهطل العبيط اللي ليل ونهار عمال يقول لك مقدم بلاغ. طب لو انت مقدم بلاغ هل هذا يمنحك حق وصفنا او وصمنا باننا متخابرين؟ طب انت مقدم بلاغ يعني مش حكم نهائي واجب النفاذ. طب الناس اللي في نيابه امن الدوله العليا شافوا انك انت مناخولي خدوا منك البلاغ وحفظوه، نعمل احنا ايه؟ نعمل احنا مقدمين احنا فيك بلاغات برضه ما حدش طلبنا للتحقيق فيه. راح المحامي المحترم محامي الكابتن لؤي دعبس قالوا له يا عم بطل تهريج ما فيش اي حاجه وكذا وبتاع واتفضلوا روحوا. فاحنا مش ناقصه مناخوليا يا جدعان. ما تفتحوش لراجل يقول لك ابو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان قضوا اسبوع في قطر خلال السوبر وقابلوا حاكم قطر، قابلوا حاكم قطر، يعني تمين. حد يقول الكلام ده؟ طب حد يحجر عليه يقول له خلي بالك الكلام ده ما بيخش الدماغ، خلي بالك انك انت كده بتسيء لنفسك، حاجات بالشكل ده. لكن ان المساله توصل لمرحله المناخوليا ده مساله صعبه جدا 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 جدا. فانا ارد اقول له ايه؟ انا ارد اقول ايه على هذه المناخوليا؟ لحظه اجيب لكم الاستاذ محمد الجبالي عشان بس ايه؟ الناس قاعده على الهوا، ها؟ ولا هي هنا ولا لها علاقه. سايبه اللي يحصل يحصل واللي يجرى يجرى وكان ما الدنيا سداح مداح وحاجات كده يعني. فالمساله الامور باظت خالص والمساله فوتت. انا ادعو احمد وامير مرتضى ان هم ياخدوا ابوهم يحطوه يعرضوه على طبيب نفس او يعرضوه في مستشفى الامراض العقليه. مفترض يحجزوه في مستشفى الامراض العقليه. هذا الكلام جنون، هذا الكلام هطل وعبط. الكلام ده ما بيحصلش عن اي حد عاقل يقوله. ايوه يا بيه اعمل لايك وشير، احنا في مرحله المناخوليا. لايك وشير وتدعي للغير من اهلك وحبايبك ان ربنا يشفيهم ويحفظهم. ماشي؟ لكن احنا دلوقتي كل شويه خلاص بقى الهواء مفتوح له وبعدين تلاقي ناس طيبه شباب ماشي يجي يقول لك ايه؟ هو بجد يا استاذ ابو المعاطي بجد ايه يا ابني؟ بجد ايه يا ابني؟ هو انت بتصدق ان الامور دي بتبقى محتاجاه هو؟ يا حبيب قلبي احنا عندنا جهاز
مخابرات من اقوى اجهزه المخابرات في العالم، يقوده راجل محترم هو سياده اللواء عباس كامل، ومن قبلهم سياده اللواء خالد فوز، ومن قبله سياده اللواء عمر سليمان، ويتعاقب على العمل فيه. احنا نفسنا بنفتخر باي حد بينضم لهذا الجهاز، بيجد مكانه اجتماعيه محترمه وتقدير محترم لما يقول لك انه في الجهاز. فتعرف ان دي ناس محترمه وناس امينه على البلد وناس شريفه ونزيهه وناس متفوقه في عملها، مش مستنيين واحد اهطل ولا عبيط ها ولا اتجنن يجي يقول لك ده فلان كان وقابل حاكم قطر. يعني انا قابلت تميم، يخرب بيتك هي فوتت للدرجه دي؟ هي المناخولي عدت ماشي يا خلاص المسائل فوتت للدرجه دي؟ ايه يا جدعان في ايه؟ مرحله المناخوليا دي خلاص ضحكتوا الناس علينا والله. والله الواحد بقى مكسوف دلوقتي لما بيكلم اصدقائه في الدول العربيه من صحفيين وشخصيات عامه ومحترمه، بيقول لك ايه ده؟ يعني هو التخابر كده بقى عندكم ماشي في الشارع؟ والتخابر كده كلام هبط وهطل. احنا عندنا اجهزه امنيه محترمه ودوله محترمه ودوله قويه، ويقود هذه الاجهزه الامنيه ويعمل بها شخصيات محترمه وامينه وشريفه ونزيهه. ولا يمكن ابدا انها بقى هي مستنياه ويقول لها هزلت والخوف بعينيها قالت يا ولدي لا تحزن فالمناخوليا عليك هي المكتوب. المناخوليا وصلت للدرجه دي؟ وكل يوم الهواء مفتوح له يقعد يشتم، بقى له 4 سنين بيشتم. يا جدعان حرام حرام، بتسيئوا للبلد وبتخلوا الشباب يقلدوه، حرام. وبعدين هو العفريت اللي عليه اسمه ابو سنيده، ما تطلعوا له العفريت يا جدعان، ما هو راجل خبير في المشايخ والحكايه والروايه وعبقري في السحر، ده عبقري في السحر. وقال لك ده وعارف الناس اللي بتسحر وحاجات بالشكل ده، وميدو طلع قال لك مش عارف ايه، والشيخ قال له ما تلعبش مين ولعب مين وكلام من ده، بس الكابتن ميدو نسي. عشان كده مرتضى دلوقتي افتكر ان ميدو هو اول عالمي. فالمسألة لا، يعني انتوا حاولوا تعالجوه، حرام عليكم. الراجل هيسئلكوا بعدين، الراجل ممكن يقول اي حاجة دلوقتي. قال لك قابلوا حاكم قطر، قابلوا حاكم، والله العظيم لو جات لنا دعوة لحضور السوبر بتاع الزمالك والترجي كنت اروح، بس ما جالناش دعوة. اتحاد الكورة دعا كابتن احمد سليمان نظرا ان هم عارفينه وكلام من زملاء صحفيين كانوا بيقولوا لنا تيجوا نقول لهم نيجي لو في دعوه. ما نروحش ليه؟ ماتش كوره احنا يا جماعه ده هبل. هو احنا هو بيحطك في منطقه دافع عنها ومنطقه عبيطه وهبل. خلص موضوع الرشاوي والمرتشين واللي مش عارف ايه واللي كذا واللي كذا، والناس بقت عارفه انه كذاب 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 قشر ما يعرفش ربنا. بيكذب يقعد يكذب يكذب يكذب، مفيش حد بيحاسبه، مفيش حد بيحاسبه، ولا القناه نفسها تسمح لك. لايك وشير يا جماعه عشان معانا الاستاذ محمد الجبالي. يا استاذ جبالي انا كلمتك عشان انا هوا، وبعدين ده قال لك ان انا قابلت حاكم قطر فعاوز ندردش معاك كده على الهوا ونستعيد هذه الذكريات في مباراه السوبر. لحظه يا عمي خلاص. فاكر يا محمد الايام ديت في الحمام؟ معلش لقيت رقمك. ايوه كنت في الحمام، طلع لك من الحمام. خير في حاجه؟ في ايه قول لي؟ بيقول لك ان انا جيت ايام السوبر انا وعبد الناصر زيدان مع احمد سليمان وقابلنا حاكم قطر السوبر اللي فات. السوبر يا ريت يا ريت كنت جيت يا ريت والله ده. انا قلت كده ولو جات لنا اي دعوه لاي ايفنت رياضي في قطر هنروح. كنتوا لابسين طاقية إخفة. احنا ناس بنحب بلدنا وبنحترم بلدنا، ايه القضية يعني؟ طالما فيها طرف مصر ولو جه كأس العالم هنروح. هو احنا يعني هنا هو طب ما احنا شغالين في قطر وبنحب بلدنا، ايه المشكلة فيها؟ ويقول لكم مواقفكم الوطنية وعلى السوشيال ميديا موجودة. واحنا اصلا يوم الزمالك ما جه كان بالنسبة لنا هنا عيد وطني 5 اسبوع، ده ما نمناش، ده ما كناش ننام والله العظيم. طيب فاكر يا محمد ايامها لما كان معاك كابتن احمد سليمان وبعمل معاكم مداخلات وحكايات وروايات؟ ده انا يومها كلمت انا فاكر كنت رايح الفندق للزملاء الصحفيين. أيوة. كان كابتن احمد سليمان نازل في الشيراتون، كنت انا فاكرك انت عبد الناصر في السعوديه. ايوه فكلمتك بقول لك كنت عايز اسالك على حاجه في السعوديه، قلت لي ده انا في مصر.
تعالى هوا بقى، انا هوا، تعالى هوا. ايوه فاكر، زي ما طلعتك من الحمام دلوقتي على طول. بعد كده انا عايز اسالك سؤال يا استاذ. لا قال لك ان انا قابلت حاكم قطر، يعني انا جيت انا وعبد الناصر قابلنا حاكم قطر. شوف قوتنا في حكايه ام سنيده. هو دلوقتي لو انت جيت استاذ عبد الناصر ماتش السوبر، مش المفترض ان انتوا هتحضروا الماتش؟ طبعا. طب الماتش ما الناس كلها كانت حاضره. طب اقول لك على مفاجاه، اقول لك على مفاجاه ثانيه. هو لو بيفهم بس، يعني لو بيفهم في المحاماه، يعني في حاجه اسمها شهاده تحركات، يعني يقدر يروح يجيب شهاده تحركات بمواعيد خروجي ودخولي مصر من المطار والبلاد اللي انا بروحها. لكن هو قاصد التشويه. انا هقول لك على حاجه تانية. انا فرد. كل فرد جه في السوبر اتصورت معاه باستثناء البعثه الرسميه عشان ما احرجش حد. ايوه، يعني عشان ما اذيش حد وما احرجش حد، وكنا متواصلين ومذللين لهم كل العقبات. يا عم كل الناس احتفلت وكانت مبسوطه وفرحانه. يعني انتوا مثلا جيتوا وانا ما اتصورتش معاكم ومخبيكم مثلا؟ لا قولوا. طب احنا جينا والبعثه بتاعته ما عرفتش ان احنا جينا؟ اي هبل، اي هبل. كلنا كنا قاعدين في مقصوره صحفيين وبين الشيطان، وقفنا مع بعض وكلمنا ونزلنا تحت وبتاع، وبعد الماتش احتفلنا كلنا ونزلنا وتصورنا مع الملل مع الكاس واعضاء مجلس الاداره والبعثه. فاكر؟ والله انا كلنا كنا فخورين بفوز الزمالك يوم. انا كان نفسي مصر، بس انت شفتني وانا بشيل الكاس وبلف في الملعب، صح؟ انا كان نفسي مصر كلها تيجي عشان نعمل معاها الواجب. يعني ربنا يكرمك يا محمد، ابو الواجب، ابو الواجب والرجوله. اصلا احنا بنتمنى يوم المنتخب ما جه كان جاي حوالي 30 زميل مشيناهم من على الارض شيء حقيقة، ونزلوا حقيقة. مصر وفي الالعاب العربيه برضو لما انا كنت موجود، بصراحه لا انت ولا صابر ولا اسامه السويسي ولا رجائي فتحي، كلكم ابو الرجوله. يعني دلوقتي بيشتموا فينا، والواحد يعني مش عارف. وعلي محمد علي، وكان وقتها حاتم بطيشه موجود، واحمد عبده، كلكم ناس محترمه، وكابتن احمد الطيب. ولما جه الاهلي هنا برضه مره او مرتين مع بايرن ميونخ نفس الوضع. الزمالك كان ليه وضع خاص لانه من الثمانينات ما كانش جه، والرابطه هنا كنا عاملين. لا وجاي برضه في ماتش بطوله رسميه، والله العظيم حاجه جميله، والزملكاويه شرفونا الصراحه. كلام الجمهور، احنا كنا بنستعد من قبل المباراه بشهرين، وفي الاخر. ايوه انا عارف. في الاخر ما تشكرناش. لا لا لا، كل الشكر والتقدير انت وكابتن هيثم فاروق وكل شباب الزملكاويه في قطر. يا عم ما فيش مشكله والله، بس يعني انا بصراحه انا مستغرب، يعني حاجه زي كده المفروض تكون واضحه وصريحه. يعني أيوة. اللي راح قطر ولا اللي جه من قطر، دي حاجه مش هتستخبى، يعني ما فيهاش اي. فانت يعني ما تزعلش نفسك. لا انا مش مزعل نفسي، انا بقول يا جماعه الحقوا احجزوا له في مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه في العباسيه، لان كده المساله بقت مناخوليا. والله يا رب دمتم في امان الله. ما تخشش انت في الموضوع ده يا ابو جبل. يعني حبيبي سلم على اللي عندك. كل الله يخليك يا حاج محمد، استاذ محمد الجبالي، صديقنا العزيز، في حفظ الله وامان الله. اتفضل. تسلم يا رئيس. تسلم. مع الف سلامه. مع السلامه. يعني المسائل يا جماعه، المناخوليا وصلت الى مرحله صعبه جدا جدا جدا، مش عارف لها علاج. يعني المهم، عاوز انتقل الى موضوع بقى جد ومهم وحاجات بالشكل ده.